ومن أحدث العلاجات لها العلاج بالتخثير الحراري، حيث يمكن للأوردة العنكبوتية أن تختفي فورا عن طريق ظاهرة التخثر بالحرارة. الأوعية الصغيرة الحمراء والزرقاء الموجودة بالطرفين السفليين والعلويين أيضا، والموجودة أيضا بالجسم والوجه وبالأخص الخط الأنفي. هذا العلاج البديل القليل الجور، فيما عدا علاج الأوردة العنكبوتية يستخدم لعلاج بعض الاضطرابات الجلدية السطحية، على سبيل المثال العلامات الجلدية وتغيير لون الجلد. كما أود توضيح العلاج بالرغوة للدوالي وللأوردة العنكبوتية أيضا، حيث يتم حقن مركب صيدلاني يشبه الرغوة داخل تجويف الوريد بهدف سده بالكلية، ويوجد علاج يشبه العلاج بالرغوة ويسمى العلاج بالتصليب.